اني صدوق مصلح متردد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنستأنف مع بعض قراية كلام كلام سيدنا أحمد عليه السلام اللي كتبه للرد على الزعيم المصري مصطفى كامل باشا لما اعترض على ان سيدنا احمد ترك الاخذ بالاسباب وامتنع عن التطعيم ضد وباء الطاعون. فقال ان الاسباب والاخذ بالاسباب ممكن يكون مدخل للشرك وبين ان الله امره بترك الاسباب لتتجلى قدره الله تعالى ويظهر ايه تاييد لعبده الامام المهدي. وإن الله تعالى أظهر على إيديه أكثر من مائة ألف آية وأكد سيدنا أحمد على أنه يقينا من عند الله تعالى وشرح بإسهاب صفات الله جل جلاله وأنه على كل شيء قدير وبعدين حدد سيدنا أحمد وعرف مين اللي ممكن ينجو رغم ترك التطعيم وشرح أن الكذاب لا يمكن يتجرأ على أنه يفتري على الله في ظروف انتشار وباء الطاعون اللي بيموت منه الناس بالالاف والملايين وبعدين شرح ان الوباء اللي حل بالناس كان لتنبيه الظالمين فقال ولما اصروا على الانكار اقبلت على المنكرين وقلت عندي شهادات من الله فهل انتم من المتقبلين فجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فيا اسف على القوم الظالمين هنالك تمنيت لو كان وباء ينبه المعتدين واوحي الي ان الطاعون نازل وقد دعته اعمال الفاسقين فوالله ما مضى الا قليل من الزمان حتى عاث الطاعون في هذه البلدان فعزوه الى سوء اعمالي وقالوا انا تطيرنا بك وضحكوا على اقوالي وقالوا انا من المحفوظين لا يمسنا هذا اللظى ولا يموت احد من علمائنا بالطاعون فإنا نحن الصالحون وأهل التقى وأما انت فستطعن وتموت فإنك كيذبان. فقلت كذبتم بل لنا من الطاعون أمان ولا تخوفوني من هذه النيران فإن النار غلامنا بل غلام الغلمان. أبين حضرته أن الطاعون لا يهلك إلا الأعداء فقال فما لبثوا الا قليلا حتى زاروا المنون ومات بعض اجل علمائهم من الطاعون وكنت اخبرت بهذا قبل موت ذلك المطعون فان شئت فانظر ابياتا من قصيدتي الاعجازيه التي كتبناها في هذه الصفحه على الحاشيه وفي الحاشيه كتب الابيات اللي نقلها من كتاب اعجاز احمدي فقال إذا ما غضبنا غاضب الله صائلا على معتد يؤذي وبالسوء يجهر وياتي زمان كاسر كل وياتي زمان كاسر كل ظالم وهل يهلكن اليوم إلا المدمر؟ وإني لشر الناس إن لم يكن لهم جزاء إهانتهم صغار يصغر قضى الله أن الطعن بالطعن بيننا فذلك طاعون اتاهم ليبصروا وبعدين بيكمل كلامه ويقول وما نظمت تلك القصيده الا لهذا الحزب الذي خذلهم الله بتلك الايه وما خطبت الا اياهم اتماما للحجه بل سميت بعضهم في تلك القصيده لئلا يكون امري غمه على اهل البصيره والنصفه فوالله ما مضى شهر كامل على هذه الانباء المشاعه حتى اخذ الطاعون كبيرهم الذي أغرى علي أشرار البلدة وكانوا آذوني من كل نهج وبالغوا في الإهانة وأشاعوا أوراقا مملوة من السب والفحشاء والبهتان والفرية ومع ذلك طلب مني ألدهم قبل هذه الواقعة آية كنت وعدتها للفئة المنكرة وأشاع ذلك في جريدة هندية يسمى بالف... بالفيسة وما طلب مني تلك الآية إلا بالسخرية فاراه الله ما طلب وكان غافلا من الاقدار السماويه كذلك يتجالد الله قوما يعادون اهل الحضره وان في ذلك لعبره لاهل السعاده وما كان لبشر ان يفر من الله فمن حارب اولياءه فقد أهل نفس القى نفسه الى التهلكه ومن تاب بعد ذلك فيتوب الله عليهم فانه كريم واسع الرحمة وإن لم يكفوا ألسنتهم ولم يمتنعوا ولم يزدجروا ويعودوا ويسبوا ويعتدوا فيعود الله إليهم ببلية هي أكبر من السابقة وإنه ينزل البلايا بالتوالي ولا يبالي فتوبوا إليه يا ذوي الفطنة وما يفعل الله بعذابكم إن تركتم سبل الفحش والمعصية والله غفور رحيم. وبعدين يستطرد سيدنا أحمد عليه السلام بشرح ما ظهر بعد كده من الايات والمعجزات والتاييدات فيقول ثم بعد هذا عم الطاعون طوائف هذه البلاد ووقع الناس صرعى كالجراد وافترسهم هذا المرض كالاسد الغضبان او كذئب عائث في قطيع الضان وكم من دار خربت وصال الفناء على اهلها والارض زلزلت وصبت الافه على وعرها وسهلها وما ترك هذا الداء مقاما بل جاب الاقطار وتقصى الديار ووطا البدو والحضر وادرك كل من حضر وما غادر اهل حلل ولا اطمار ودخل كل دار الا الذي عصم من رب غفار وكذلك حضر افواج منهم مادبه الطاعون ورجعوا بمائدة من المنون وجاءوا كأضياف دار هذا الوباء فقدمت إليهم كأس الفناء بعدين بيشرح حضرته أن الطاعون هو دابة الأرض عارفين الآية بتاعة دابة الأرض هو هي دي بقى دابة الأرض فبيقول فالحاصل أن الطاعون قد لازم هذه الديار ملازمة الغريم أو, أو الكلب لأصحاب الرقيم وما أظن أن يعدم قبل سنين وقد قيل عمر هذه الآفة إلى سبعين وإنها هي النار التي جاء ذكرها في قول خاتم النبيين وفي القرآن المجيد من رب العالمين وإنها خرجت من المشرق كما روي عن خير المرسلين وستحيط بكل معموره من الارضين وكذلك جاء في كتب الاولين فانتظر حتى ياتيك اليقين فلا تسال عن امرها فانه عسير وغضب الرب كبير وفي كل طرف صراخ وزفير وليس هو مرض بل سعير وتلك هي دابه الارض التي تكلم الناس فهم يجرحون معنى التكليم هنا هو التجريح ومش معناه المخاطبه لان الطاعون لا يصيب الانسان إلا بعد ما ما يلدغه برغوت بيحمل جرثومه المرض ولدغه البرغوت دي هي الجرح او الكلم التي اللي بيكلم بي او يكلم بها الناس فيعني الدابه اللي هي البرغوت بتكلم الناس يعني بتجرح الناس كنايه عن وباء الطاعون وطريقه انتشار وباء الطاعون. واشتد تكليمها فيغتال الناس ويقعصون بما كانوا بآيات الله لا يؤمنون كما قال الله عز وجل: وان من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا فكذلك تشاهدون وذلك بأن الناس كانوا لا يتقون وكانوا يشيعون الفسق في ارض الله ولا يخافون ويزدادون اثما وفحشاء ولا ينتهون واذا قيل اسمعوا ما انزل الله لكم فكانوا على اعقابهم ينكصون فاخذهم الله بعقابه هذا لعلهم يرجعون وترى قلوب اكثر الناس تمايلت على الدنيا فهم عليها عاكفون وتموجت جذبات نفوسهم وانفجرت منها عيون وإذا قيل لهم لا تعصوا أمر ربكم وأطيعوا مع الذين أطاعون وقد أرداكم الطاعون قالوا ما أنت إلا دجال ولم يحيطوا بأمر علما ولم يصبروا كالذين يتفكرون وقد رأوا آيات السماء وآيات الأرض ثم لا يتقون بل هم قوم يجترئون وقد بلغ الزمان إلى منتهاه وتبين أكثر ما كانوا ينتظرون ثم لا ينظرون ثم لا ينظرون. بعدين بياكد حضرته بقى ان الله تعالى لا يؤيد الدجالين فبيقول وما كان جوابهم الا ان يقولوا انه دجال من الدجالين وما تذكروا من درج من المفترين اوضع لهم قبول في الارض او ارى الله لهم من الاي الموعوده للعالمين ومن أراق كأس الكرى ونصنص ركاب السرى ونظر إلى زمن مضى فلا يخفى عليه مآل المتقولين أتعلمون ورجلا ورد حمى الحضرة كالسارقين ودخل حرم الله كاللصوص الخائنين ثم كانت عاقبة أمره كالصادقين أتحسبون الافتراء كأرض دمث دمثها دمث كارض دمث دمثها كثير من الخطى واهتدت اليها ابابيل من القطى كلا بل هو سم زعاف من اكله فقعص من غير مكث وفنى وكيف يستوي رجل خاف مقام ربه فعلم من لدنه واعطي ايات كبرى ونورا وصلاحا ونهى وارسل الى خلق الله ليهديهم الى سبل الهدى ورجل اخر يمشي كلصوص في الليل ومال عن الحق كل الميل وسر اجاسا خوف الله واستشعاره وتسربل لباس الافتراء وشعاره وشعاره وقصر همه على الدنيا التي يجتنيها ولا يقصد الاخره ولا يجتليها كلا لا يستويان وللصادقين قد كتب الفرقان وعد من الله الرحمن في كتابه القرآن فلا حاجة لأعدائي أن إلى أن يشرعوا رماحهم أو يتقلدوا سلاحهم أو يكفروا أو يفسقوا فإن هذه كلها من قبيل الفحشاء وإن الموت منقض على كل رأس من السماء فلما لا يختارون سبيل الأتقياء وما في أيديهم إلا الظن وقد أهلك اليهود ظنونهم من قبل هؤلاء وبعدين بيشرح سيدنا احمد عليه السلام ان للصادق والكاذب علامات فيقول: أتنكرون أتنكرونني بمثل هذه الروايات؟ كلا بل تعرفون الصادق والكاذب بالعلامات وكل شجر يعرف بالثمرات. أرأيت سارقا وافى باب الإمارة وسرق مالا بأعين النظارة ثم ما أخذ بعد هذه الغارة فكيف لا يؤخذ من يغير دين الله ويقود مبانيه ويحرف بحسب هواه معانيه ليبرأ المسلمون من الحق ويلحقوا بمن يناويه ويطمر كالبق أتظن هذا الأمر من الممكنات؟ كلا بل هو من المحالات ولو كان الله لا يغضب على المفترين لضاع الدين ولم يبقى دليل على صدق الصادقين وارتفع الامان واشتبه امر الدين ولله غيره كالبحار الزاخره والجبال الشامخه امواجها ملتطمه وافواجها مزدحمه فيسل سيفه على المتقولين لئلا يتكدر بهم عين المرسلين في اعين الجاهلين وكل ذلك كتبت في الكتب فرد العدى رد الغضب فاغلقت دونهم الابواب وما كلمت أحدا إلا الذي أناب وكانت أنفاسي متصاعدة لهجوم الحزن وعبراتي متحدرة تحضر القطرات من المزن وبعدين بيبين عليه السلام أنه تلقى وعدا من الله تعالى بأن يحفظه من الطاعون فبيقول ثم تسعر الطاعون ولا كأوائل الزمان وكان ياكل قرى وامصارا كالنيران هنالك اوحي الي مره اخرى وقيل ان الامان للذي سكن دارك ولازم التقوى واما الفاظ الوحي فهي قوله تعالى اني احافظ كل من في الدار الا الذين علوا من استكبار وقال اني مع الرسول اقوم والوم من يلوم افطر واصوم وقال لولا الإكرام لهلك المقام وكان هذا في أيام إذ الصخور من الطاعون تتواقع وبلاياها إلى الخلق تتتابع وبشرني ربي بأن هذه العصمة آية لك من الآيات ليجعل فرقانا بينك وبين أهل المعاداة. وبالمناسبة بعض المعارضين اللي ما بيفهموش الفرق بين الكلام الحرفي والكلام اللي فيه استعارة اعترضوا على الوحي اللي بيقول افطر واصوم وقالوا ان اله مرزا غلام احمد بياكل ويشرب ويصوم ويفطر وكلامهم ده طبعا بيدل على الجهل باللغه العربيه وغباء في الفهم وسيدنا احمد شرح بنفسه الوحي ده وقال ومن البديهي وعلى فكره شرحه يعني في نفس الـ الـ السياق انما هم ياخدوا بس كلمه من السياق ويخدعوا بها العامه من الناس اللي ما بيعرفوش واللي للاسف بيثقوا فيهم وفاكرين ان هم علماء بحق وحقيقي ومن البديهي ان الله سبحانه وتعالى منزه عن الصوم والافطار وهذه الكلمات لم تنسب اليه حرفيا على ظاهرها بل استعملت على سبيل الاستعاره ومقصدها ان الله هو القهار والجبار وانه احيانا ينزل قهره على الناس وأحياناً يمهلهم إمهالاً للتوبة يعني ومثل هذه الكلمات وردت في الحديث القدسي أيضاً والحديث القدسي المقصود هو الحديث اللي بيقول عبدي مرضت فلم تعدني استطعمتك فلم تطعمني على فكرة الكلمات اللي أنا قلتها دي من كتاب حقيقة الوحي مش من السياق زي ما انا قلت الحديث القدس المقصود هو الحديث اللي بيقول عبدي مرضت فلم تعدني استطعمتك فلم تطعمني استسقيتك فلم تسقيني والكلمات الكلمات دي مستخدمة على سبيل الاستعارة واللي يقول ان اله محمد صلى الله عليه وسلم بيمرض وياكل ويشرب بناء الحديث ده يبقى جاهل باللغة وغبي في الفهم تمام زي اللي بيقولوا ان اله مرزا غلام احمد بيفطر ويصوم بالمعنى الحرفي لان الله تعالى لا يفطر ولا بيصوم طبعا ولكن دي استعاره زي ما نقول مثلا ان النار تاكل الكافرين فما بتاكلهمش بالمعنى الحرفي ولكن يصيبهم عذاب النار في جهنم وعلى هذا يبقى معنى وحي سيدنا احمد افطر واصوم انه سبحانه يصب يصيب بعقابه الكافرين فكأنه يفطر بهم واحيانا يؤخر وقوع عقابه فكأنه يصوم عنهم وفي الامثله الشائعه القول المعروف افطر به قبل ان يتغدى به انا هفطر به قبل ما يتغدى بيه يعني اعاجله باتخاذ الاجراء الحاسم ضده قبل ما يتخذه هو ضدي. المهم كان من نتيجه نزول الايات من السماء ان الناس توافدوا على الامام المهدي عليه السلام. ودخلوا في دين الله أفواجا حتى بلغ عددهم إلى مئة ألف أو يزيدون بعد ما كان عددهم في أول الأمر يقرب من أربعين فكتب سيدنا أحمد فصلا عن التعليم للجماعة علشان تستفيد به جموع الوافدين الجدد فكتب يقول لا يدخل في جماعتنا إلا الذي دخل في دين الإسلام واتبع كتاب الله وسنن وسنن سيدنا خير الانام وامن بالله ورسوله الكريم الرحيم وبالحشر والنشر والجنه والجحيم ويعد ويقر بانه لن يبتغي دينا غير دين الاسلام ويموت على هذا الدين دين الفطره متمسكا بكتاب الله العلام ويعمل بكل ما ثبت من السنه والقران واجماع الصحابه الكرام ومن ترك هذه الثلاثة فقد ترك نفسه في النار وكان مآله التباب والتبار. فاعلموا ايها الاخوان اعلموا ايها الاخوان ان الايمان لا يتحقق الا بالعمل الصالح والاتقاء. يا اخوان يا مسلمين اسمعوا كويس الايمان ايه؟ لا يتحقق الا بالعمل الصالح والاتقاء مش بالوصول لكراسي الحكم واكتساح الانتخابات. فمن ترك العمل متعمدا متكبرا فلا ايمان له عند حضره الكبرياء فاتقوا الله ايها الاخوان وابدروا الى الصالحات واجتنبوا السيئات قبل الممات ولا تغرنكم نضره الدنيا وخضرتها وبريق هذه الدار وزينتها فانها سراب ومالها تباب وحلاوتها مراره وربحها خساره وإن نورها ظلمات ونجددها ظلامات فلا تميل إليها كل الميل فإنها تغرق سابحها ولا كالسيل ولا تقصدوها قصد مشيح فارغ من الدين فارغ من الدين ولا تجعلوها, ولا تجعلوها إلا كخادم في سبل الملة لا, لا كالخدين ولا تطمعوا كل الطمع في أن تكونوا أغنى الناس رحيب الباع، خصيب الرباع ولا تنسوا حظكم من دينكم فلا تعطون ذرة من ذلك الشعاع, الشعاع الشعاع وإن الدنيا أكلت آباءكم وآباء آبائكم فكيف تترككم وأزواجكم وأبناءكم. ولا تتخذوا أحدا عدوا من حقد أنفسكم كالسفهاء، وطهروا نفوسكم من الضغن والشحناء ولا تنكثوا العهود بعد ميثاقها، ولا تكونوا عبيد انفسكم بعد استرقاقها، وكونوا من عباد الله الذين اذا حالفوا فما خالفوا، واذا وافقوا فما نافقوا، واذا احبوا فما سبوا، ولا تتبعوا الشيطان الرجيم، ولا تعصوا ربكم الكريم، وان متم بالعذاب الاليم. كونوا لله اطوع من الاضلال. واصفى من الزلال وتواصوا بالافعال لا بالاقوال وتحاموا اللسان وطهروا الجنان واذا تنازعتم فردوه الى الى الامام واذا قضى قضيتكم فارضوا بها واقطعوا الخصام وان لم ترضوا فانتم تؤمنون بالالسن لا بالجنان فاخشوا ان تحبط اعمالكم بما اصررتم على على العصيان تيقظوا أن, تض... أن لا تضلوا بعد أن جاءكم الهدى وكونوا لربكم وآثروا الدين على الدنيا ولا تكونوا كالذين لا يخافون الله ويخافون عباده ويتبعون أهواءهم وينسون مراده يبتغون عند أبناء الدنيا عزة وما هي إلا ذلة أنتم شهداء الله فلا تكتموا الشهادة واخبروا عباده ان النار موقده فاتقوها والديار موبوءه فاجتنبوها وان الدنيا شاجنه واسودها مفترسه فلا تجولوا في سجونها وامنعوا نفوسكم من جراتها ومجونها وزكوها وبيضوها كاللجين ولا تتركوها حتى تصير نقيه من الدرن والشين وقد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ولا تتكئوا على البيعة من غير التطهر والتزكية ولستم الا كهاجن من من غير عدة الفطرة ولا تطلبوا عين عين المعرفة من الذين لم يعطوا عين البصيرة واعتلقوا بي اعتلاق الزهرة بالشجرة لتصلوا من مرتبة النور الى مرتبة الثمرة اتقوا الله اتقوا الله يا ذوي الحصاه ولا تكونوا كمن لوى عنانه الى الشهوات ولا تنسوا عظمه رب يرى تقلبكم في جميع الحالات وان الله لا يحب الا قلوبا صافيه ونفوسا مطهره وهمما مجده مشيحه اتبعوا النور ولا تؤثروا السرى وانظروا الى وجه الله ولا تنظروا الى الورى اشكروا حكام الارض ولا تنسوا حاكمكم الذي في السماء ولن ينفعكم ولن يضركم احد الا الذي اراد ربكم فلا تبعدوا من ربكم يا ذوي الدهاء ترون كيف توضع في الخلق السيوف ويتتابع الحتوف الحتوف جمع حتف يعني الموت وترون صول القدر وتباب الزمر فعليكم ان تأووا الى ركن شديد وهو الله القوي ذو العرش المجيد كونوا لله وادخلوا في الامان ولا عاصم اليوم من دونه يا فتيان ولا تخدعوا أنفسكم بالحيل الأرضية والأمر كله بيد الله يا ذوي الفطنة ولا تتركوا بونا بينكم وبين الحضرة يكن بون منه وتهلكوا, وتهلكوا بالذلة اقطعوا رجاءكم من غير الرحمن يرحمكم ويخلق لكم من عنده ما ينجي من النيران أرى في السماء غضبا فاتقوا يا عباد الله غضب غضب الرب وابتغوا فضلا فضل من في السماء ولا تخلدوا الى الارض كالضب بالغوا في الطلب والحوا في الارب لتنجوا من الكرب ترون في هذا الزمان قومين قوما فرطوا وقوما افرطوا مع العينين وخلطوا الحق بخلط الصدق والمين اما الذين فرطوا فهم اناس لا يؤمنون بالمعجزات ولا يؤمنون بالوحي الذي ينزل بزي الكلام اللذيذ من رب السماوات ولا يؤمنون بالحشر والنشر ويوم القيامه ولا يؤمنون بالملائكه ونحتوا من عندهم قانون القدره وصحيفه الفطره وليس عندهم من الاسلام الا اسمه ولا نراهم الا كالدهريه والطبيعيه واما الذين افرطوا فهم قوم امنوا بالحق وغير الحق وجاوزوا طريق الاعتدال حتى انهم اقعدوا ابن مريم على السماء الثانيه بجسمه العنصري من غير سلطان من الله ذي الجلال واتبعوا الظنون وليس عندهم علم وان هم الا في الضلال فهذان حزبان خرج كلاهما من العدل والحزم والاحتياط واخذ احدهما طريق التفريط والاخر طريق الافراط ثم جاء الله بنا فهدانا الطريق الوسط الذي هو أبعد من سبل الخناس فنحن أمة وسط أخرجت للناس والزمان يتكلم بحاله أن هذا هو المذهب الذي جاء وقت إقباله وترون بأعينكم كيف جذب جذبنا الزمان وكيف فتحنا القلوب وكيف فتحنا القلوب ولا سيف ولا سنان أهذه من قوى الانسان بل جذبة من السماء فينجذب كل من له العينان يمسي احد منكرا ويصبح وهو من اهل الايمان اهذه من قوى الانسان؟ شهد القمران بالكسوف في رمضان اهذه من قوى الانسان؟ وكنت وحيدا فقيل سيجمع عليك فوج من الاعوان فكان كما قال الرحمن اهذه من قوى الانسان؟ وسعى العدى كل السعي ليجيحوني من البنيان فعلونا وزدنا ورجعوا بالخيبه والخسران اهذه من قوى الانسان ومكر العدى كل مكر لاحبس او اقتل ويخلو لهم الميدان فما كان مآل امرهم الا الخزلان والحرمان اهذه من قوى الانسان ونصرني ربي في كل موطن واخزى اهل العدوان اهذه من قوى الانسان وبشرني ربي بالامتنان وقال ياتيك من كل فج عميق وانا اذ ذاك غريب في زوايا الخمول والكتمان فوضع لي القبول بعد طويل من الزمان واتاني الاموال والتحائف من الديار البعيده وشاسعه البلدان فملئت داري منها كثمار كثيره على اغصان البستان ووالله لا استطيع ان احصيها ولا يطيق وزنها ميزان البيان وتمت كلمه ربي صدقا وحقا ويعرف هذا النبا الوف من الرجال والنساء والصبيان اهذه من قوى الانسان وخاطبني ربي وقال ياتون من كل فج عميق فلا تصعر لخلق الله ولا تسأم من كثره اللقيان وانا اذ ذاك وانا اذ ذاك كنت كسقط لا يذكر ولا ولا يعرف وكشيء لا يعبا به في الاخوان فاتى علي زمان بعد ذلك ان اتاني خلق الله افواجا واطاعوني كغلمان ولولا امر ربي لسئمت من كثره اللقيان اهذه من قوى الانسان وانه اتاني كلمات افصحت من لدنه فما كان لاحد من العدى ان ياتي بمثلها وسلب منهم قوه البيان اهذه من قوى الانسان ودعيت لاباهل بعض الاعداء فاذا تعاطينا كاس الدعاء واقتدحنا زناد المباهله في العراء الحق الله بنا بعده عساكر من اهل العقل والعرفان وفتح علينا ابواب النعماء من الرحمن وزاد اعزه جماعتنا الى مائه الف بل صاروا قريبا من ضعفها الى هذا الاوان وكانوا اذ ذاك اربعين نفرا اذ خرجنا الى اهل العدوان ورد الله عدوي المباهل كل يوم الى الخمول والخذلان. اهذه من قوى الانسان؟ فالان يا اخواني الذين تحلوا بالفهم وتخلوا من الوهم اشكروا المنان فانكم وجدتم الحق والعرفان وتبوأتم مقام الامان وكونوا شهداء لي عند ابناء الزمان. الستم شاهدين على اياتي ام لكم شبهه في الجنان؟ وأي رجل منكم ما رأى آية مني فأجيبوا يا فتيان وإني أعطيت معارف من ربي ثم علمتكم وسقلت بكم بها الأذهان وما كان لكم بحل تلك العقد يدان ووالله إني امرؤ أنطقني الهدى ونطق ظهري وحي يوحى فوجدت الراحة في التعب والجنة في اللظى فمن آثر الموت فموت فسيحيا فلا تبيعوا حياتكم بثمن بخس ولا تنبذوا من الكف خلاصة نض ولا تكونوا من الذين على الدنيا يتمايلون ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون إني اخترت لله موتا فاختاروا له وصبا وإني قبلت وإني قبلت له ذبحا فاقبلوا له نصبا واعلموا انكم تفلحون بالصدق والاخلاص والاتقاء لا الاقوال فقط يا ذوي الدهاء وادوا الفرائض لئلا تسالوا واستقروا الحقائق لئلا تخطئوا ولا تزدروا لئلا تزدروا ولا تشددوا لئلا تشددوا وارحموا يا عباد الله ترحموا وكونوا انصار الله وبادروا. دي كانت بعض النصائح اللي وجهها سيدنا ام احمد عليه السلام لافراد جماعته فهل النصائح دي بتخرج من افواه الانبياء والمرسلين ولا بتخرج من افواه الكذابين والمفترين سؤال مهم يا حضرات المشاهدين فهل الاقي عندكم الجواب الشافي وعلم اليقين والى ان نلتقي مره اخرى في مزيد من الحلقات لكم مني افضل الامنيات والسلام عليكم ورحمة الله والبركات